عشان ايه نلم الموضوع، نبقى يعني ايه طرحنا كل الرؤى بس خلاص. اللي إيه وضحت هنعرفه. الرؤية ان العيادات هي الوحيدة اللي قائمة اسعارها بتحدد من الطبيب، هو اللي الفيزيتا بتاعته كده، لكن بقية المستشفيات المشاكل الخاصة ده لازم في عشان ياخد لائحة ترخيص من إدارة اسعار العلاج الحر بالظبط لازم كده، يقول لازم الأسعار الناس ايه. تبقى عارفة كده. جالكوا قبل كده طلبات بأسعار مبالغ فيها يعني لا اتقدمت هقول لحضرتك حاجة، وعملتوا كراس كده لا عليها ما انا وقلتوا هقول لأ؟ لحضرتك حاجة، في مستشفيات بتستخدم خبراء أجانب من بره بيجي يشتغل، يبقى كشفه بقد كده والانترفينشن اللي هيعمله بقد كده. برد اللي ده، وكنت لسه بقول للدكتور خالد عن الموضوع، في عمليات مثلا 120,000 رفضتها ورجعت لي ب 68,000، يعني تقريبا وصلنا النص بالنص. لا من حق وزاره الصحه نتحكم في هذا الموضوع. ما تعرفش ما هيحصله كام برضه. لا يا فندم النقطه ما الاخيره ينفعش نحط الاعلان كده. النقطه الاخيره حضرتك والمهمه، ان احنا لو ربنا اكرمنا ان شاء الله وقدرنا نطبق قانون التامين الصحي، مع نهايه التطبيق هيكون اكتر من 90% من العيادات دي قفلت. ده صحيح، ده مش هيبقى غير عيادات طب اسره وعيادات في تخصصات معينه فقط. ازاي يا دكتور؟ بس برضو انا طبيب وعندي عيادتي الخاصه وبقالي سنين. هيتعاقد معايا في هيكون التامين، متعاقد في التامين في مستشفى التامين محدده اجبار، لازم يتعاقد وليه عياده في المستشفى. ايوه هيتعاقد، ما لازم يتعاقد هو وعيادته هتبقى جوه المستشفى. قانون المستشفيات الجامعيه هيبقى كده، ما تعاقدش معايا مش هيلاقي شغل، مش هيلاقي اصل التامين. بص اقول لحضرتك حاجه، ليه عيانين يا فندم؟ اصل التامين بص اقول لحضرتك بالذات دكاتره البطنه والقلب يعني فندم حضرتك معاكي كارنيه التامين الصحي من حقك تروحي تكشفي ببلاش عند اساتذه كذا وكذا. ايوه التامين ايه اللي هيوديكي عند استاذ تاني؟ التامين الصحي تكشفي ببلاش لا تاني معلش. حضرتك معاكي كارنيه تامين صحي النهارده قدامك 10 دكاتره، 8 منهم شغالين في مستشفيات بتاعه التامين الصحي او متعاقده معاها، هتروحي بالبطاقه تكشفي ببلاش، واثنين منهم فاتحين عيادات وبياخدوا 1000 جنيه، خليني اروح لهم. هتروحي لمين فيهم؟ اروح لهم ليه؟ بص حضرتك ومستوى والاطباء اللي في التامين زي احسن، لان التامين هيعلن والناس الاحسن هي اللي هتتقدم طالما بيدي اجور كويسه. طيب اسمحوا لي اخد بس كمان استاذ احمد، اتفضل يا فندم سريعا من فضلك، وعايز اتكلم على معامل التحاليل برضو. استاذ احمد اتفضل. القصه بقى معامل